ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. امبارح كنت بقول لكم ان كل الاسماء هي اسماء لمرشحين، ولا احد يستطيع الجزم بانه هذا المرشح اكيد 100% في انه هيبقى وزير وهيقول اليمين الدستوريه امام فخامه الرئيس. لكن النهارده خلاص الكل قال اليمين الدستوريه ووقف قدام الرئيس، ثم حصل الاجتماع او الرئيس اجتمع بالحكومه الجديده، التشكيل الجديد ما بين الوزراء طبعا، وطبعا تم اعلان المحافظين الجدد وما الى ذلك. وزي ما كنت بقول زميلاتي العزيزات، المساله في انه مبروك، طبعا مبروك ما فيش خلاف، ربنا يوفقهم، طبعا ربنا يوفقهم جدا قوي خالص، يعني يا رب يوفقهم توفيق لم نكن نتصوره على الإطلاق، لا يخطر على بال أي حد فينا، لأنه في النهاية خالص ربنا وفق الحكومة دي يبقى احنا تحديدا مبسوطين وسعداء وميت فل و14. ربنا هيوفق في ملف التموين احنا سعداء، في ملف التخطيط والتعاون الدولي احنا اسعد، في ملف الرقابة على الاسعار اهلا وسهلا، النقل، الصناعة، الخ مش عاوز اقعد اعدد، يعني بنتكلم تقريبا 30 وزير، الا انه المسؤولية تقيلة. ويقف أو تقف الحكومة بتشكيل المحافظين أمام الرئيس في موقع المسؤولية، ويقف أمام مجلس النواب زي ما كنت بقول امبارح للمحاسبة في وقت من الأوقات، طول الوقت هيبقى في رقابة وطول الوقت هيبقى في حساب، وأيضا يقف أمام الشعب المصري 110 مليون مواطن عندهم أمل كبير جدا في الحكومة، الناس متفائلة جدا، الناس بتتمنى لهم التوفيق، ده فعلا مش هزار، وينتظروا منهم كل ما هو جيد. لعل بإذن الله سبحانه وتعالى تبقى المقدمات والفواتيح خير. يمكن احنا امبارح كنا يعني لقينا خبر انه في استثمارات قادمة في منطقة الساحل الشمالي الغربي تقريبا بحجم استثماري 21 مليار دولار لو انا متذكر الخبر كويس بتاع امبارح. إلا أنه خليني أكلمك على النهاردة بقى بالتحديد، يعني زي أقول لك كده إيه، هنقول إيه الفال فال خير بالموضوع بتاع الاستثمارات بتاعت امبارح دي. النهاردة فخامة الرئيس اجتمع بالحكومة الجديدة زي ما حضراتكم عارفين، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تتذكرون جيدا، يمكن كان قبل أجازات عيد الأضحى المبارك، قام بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة. أهم حاجة كان بيشدد عليها الرئيس ان الحكومة تبقى مليانة خبرات وطنية ودولية، وتحقق تطلعات المواطنين. وزي ما كنت بقول امبارح وبقول النهاردة وهقول بكرة، المواطن اولويته الاولى اسعار وتضخم، تضخم واسعار. طيب خلونا يمكن محتاجين نتكلم شوية على الحكومة، ونبدأ أولا بدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ربنا يوفقه بإذن الله. ودكتور مصطفى مدبولي يمكن ليه نجاحات كتير جدا خلال الفترة اللي تولى فيها مش بس رئاسة الوزراء، ولكن أيضا في الفترة اللي تولى فيها وزير إسكان وما قبل ذلك. ويمكن آن الأوان إن أنا أقول لك على حاجة لطيفة يمكن كنت أنا نوهت عنها قبل العيد كده. دكتور مصطفى مدبولي واحد من أهم خبراء التخطيط العمراني مش بس في مصر ومش بس في المنطقة العربية، بل ومن أهم الخبراء الحقيقة اللي ليهم سمعة طيبة وحسنة في العالم كرجل خبير في التخطيط العمراني، تخطيط المدن. بعد كده طبعا زي ما انتم عارفين دكتور مصطفى مدبولي تقلد العديد من المناصب وصولا إلى منصب وزير الإسكان، ثم رئيسا لمجلس الوزراء. يحسب جدا لدكتور مصطفى مدبولي أداؤه كرئيس للحكومة في فترات الأزمات شديدة الصعوبة، وكان من أبرزهم وأكبرهم أزمتين هم الأكبر في العالم بالتأكيد، وإحنا كنا جزء من هذا العالم ولا زلنا، ألا وهم أزمة الكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. إلا أنه كمان لا ننسى على الإطلاق أن دكتور مصطفى مدبولي كان ليه جهد كبير جدا هو ووزراءه من الحكومة السابقة في مسألة جذب الاستثمارات المباشرة من خارج البلاد. زي ما كنت بقول امبارح مش بس كلمة الاستثمارات الأجنبية هي دي الكلمة المتعارف عليها دوليا زي ما بتقال، كان الجذب الاستثماري اللي حصل من دولة الإمارات في استثمارات رأس الحكمة. وبالتالي خلونا بقى نشوف، يمكن هنحاول قدر الاستطاعة نستعرض ولو جزء يسير أو أبرز النقاط المضيئة وشديدة اللمعان في مشوار الدكتور مصطفى مدبولي، وهنرجع نكمل الكلام.
الحكومة زي ما حضراتكم عارفين أدت اليمين أو حلفت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقرير مهم، خلونا نشوفه حول حلف اليمين. هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 قرر يعين السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيساً لمجلس الوزراء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. يعين كل من السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيراً للشباب والرياضة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمد صلاح الدين مصطفى وزيراً للدولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة
منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أحمد أشرف علي كوجك وزيرا للمالية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والأثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب برعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. شكرا. السيد الدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري وزيرا للأوقاف. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضيه. السيد المهندس شريف مجدي حسين أحمد الشربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد علاء الدين فاروق زكي السيد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وزيرا للعمل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. السيد الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو، وزيراً للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. السيد الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس كريم إبراهيم علي بدوي، وزيراً للبترول والثروة المعدنية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب عايز قبل ما نبدا يعني في اراء متعلقه بالقوه السياسيه وتثمينها لهذا التغيير الوزاري، انا عايز اعلق على الوجوه او بعض من الوجوه الجديده اللي في الوزاره. ويمكن هبدا الاول، حتى انا حاطط قدامي الصور عشان ما انساش، معلش هبدا الاول بمعالي وزير الخارجيه، معالي الوزير بدر عبد العاطي، واللي أقدر أقول أنه أعرفه كويس جدا، واللي بعتقد أنه ما بيننا صداقة أنا طول الوقت فخور بيها. ودكتور بدر عبد العاطي واحد من أكفأ الدبلوماسيين المصريين والعرب قاطبة. أتذكر جيدا إدارته للملف بتاعه لما كان متحدث، دي بداية علاقة الصداقة اللي ما بيننا، بدأت الأول العلاقة مهنية بحتة عندما كان متحدثا باسم الوزارة، ثم سفيرا لألمانيا، وأدار هذا الملف بامتياز في فترة شديدة الصعوبة إن كنتم حضراتكم تتذكروا. فأنا فرحان جدا بوجود الدكتور بدر. أيضا معالي الوزير شريف فاروق وزير التموين، رجل ناجح جدا في أي ملف تولاه، أي ملف تولاه، راجل طيب السيرة جدا، مهني جدا، كفء جدا، بتاع شغل جدا 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 جدا. وفي ناس بالمناسبة تقعد تتكلم بالمناسبة على مسألة إيه، هذا الوزير جاي مش عارف من فين ودلوقتي يتولى حقيبة كذا. بصوا يا جماعة، الكلام الفارغ والكلام الأبله والكلام العبيط اللي بيقولوه الأخوان، واللي أنا شفته امبارح وشفته النهاردة، ده كلام أبله، لأنه بمنتهى البساطة أظن كل المصريين، يعني أنا من الناس التي تثق جيدا في ذكاء وفعل المصريين، المصريين يعلمون جيدا أنه في، زي ما بتقال كده بالجملة الدرجة الشهيرة، في أوروبا والدول المتقدمة، أوروبا والدول المتقدمة مش بالضرورة مثلا وزير التموين يكون جاي طول عمره بيشتغل في ملفات التموين والتجارة الداخلية إطلاقا. المسألة أنها حقيبة سياسية تحتاج لوضع استراتيجيات، وتحتاج لكفاءة، وتحتاج لدقة، وتحتاج لرجل قادر على بذل المجهود وتحمل المسؤولية، ده على سبيل المثال للحصر. طيب، فده بخصوص معالي الوزير شريف فاروق. معالي الوزيرة منال ميخائيل، محافظة دمياط السابقة والآن وزيرة التنمية المحلية، واحدة من أكفأ السيدات اللي تولوا
حقيبة وعندما كانت محافظة لدمياط والدمايط يحبوها جدا، بل ان انا خدت قرار النهاردة الصبح ان انا اقعد استطلع مع بعض الاصدقاء المهتمين بالسياسة ومهتمين بهذا الموضوع ولليهم دايما اراء الحقيقة جيدة، يعني مش هقول الاسماء بس الحقيقة لم اجد حد فيهم اختلف على دكتور منال ميخائيل، وايضا اعرفها جيدا من خلال المهنة والعمل وما يتطلبه عملنا. طبعا معالي المستشار محمود فوزي زي ما حضراتكم عارفين هو وزير الدولة للشؤون النيابية والتواصل السياسي، يعني كفاءة مطلقة مطلقة، إخلاص مطلق، جهد غير طبيعي. احنا عارفين معالي المستشار ان كان امينا عاما لمجلس النواب، عارفين معالي المستشار وهو مسؤول عن المكتب الفني او مسؤول عن الاداره الفنيه المتعلقه بالحوار الوطني، عارفين معالي المستشار وهو مسؤولا عن حمله فخامه الرئيس. نعلم الرجل جيدا ونعرف كم اخلاصه وكم وايضا قدراته الحقيقه المتميزه على اداره اي ملف. انا بقول لكم الناس اللي انا اعرفها جيدا عن قرب بشكل او باخر، اما بصداقه ما او بمهنيه. فرحت جدا بعوده معالي الوزير شريف فتحي جدا لابعد الحدود. احنا ما تعودناش في مصر انه يبقى في وزير يتولى حقيبة لفترة من الفترات ثم يترك هذه الحقيبة ثم يعود، وده مشهد مهم بالمناسبة إنه المسألة كلها متعلقة بكيفية إدارة الملف في فترة زمنية معينة. تولى هذا الملف، تولى قبل كده حقيبة الوزارية كوزير للطيران وبمنتهى الكفاءة والنجاح، والآن يعود مرة تانية متوليا حقيبة السياحة والأثار، وأنا واثق انه هيتولاها ايضا بمنتهى الكفاءه والنجاح كما جرت عادته. ويمكن برضو بحكم المهنه لان احنا احتكينا بمعالي الوزير شريف فتحي قبل كده، وكان الحقيقه رجل رائع بكل المقاييس. مين تاني انا اعرف بس كده، يعني دول اللي انا بقول لكم. ايضا دكتور مايا مرسي، يعني غنيه عن التعريف زي ما كنت بقول لكم امبارح. كل ما الملفات اللي تولتها الدكتوره مايا مفيش حاجه جلت، منتهى الكفاءة، وفي نفس الوقت يعني اللي هو هي مش مشغولة بأي شيء على الإطلاق إلا ملفها، مش مشغولة على الإطلاق بأي شيء غير إنه أي ملف هي بتديره بتديره بمنتهى الكفاءة بمنتهى الدقة، ولازم توصل إلى أقصى درجات النجاح. خليني هنا أخد معايا على التليفون مهندس باسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، صديقي العزيز، رفيق المشوار، رفيق الأيام الصعبة والحلوة. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا اهلا استاذ يوسف، يعني غير استاذ بقى، يعني مش كده بقى عمال اقول صديقي ورفيق المشوار وبتاع. ازيك يا باسل، عامل ايه؟ الله يخليك يا يوسف، وانا يعني دايما سعيد بتفرج عليك. والله فعلا انا سعيد جدا بمخلتك. مشوار والله. تعليقك على التغييرات الوزاريه وايضا حركه المحافظين. بص يا يوسف، طبعا انا من حيث المشهد برغم انه يكاد يكون تعديل الا انه شكله مش تعديل، هو شكله كانه تغيير شامل. صحيح. يعني برغم رئيس الوزاره هو رئيس الوزاره المكلف مره اخرى الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بهنيه وبهني كل الوزاره، بس برغم ده في احساس ان ده تغيير شامل وواسع. وانا هنا بكلمك وانت سياسي وعارف انه الاحساس ده يصل للناس ويصل للسياسيين، ده شيء جيد. اذا في بعض الاشارات بتقول ان احنا امام تغيير في المنهج والسياسات والافراد، وان الناس مش حاسه انه تعديل بسيط، لا تعديل واسع شامل. دي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه دي من المرات القليله جدا او تكاد تكون الاولى انه يبقى فيها التعديل، يبقى الوزاره نواب الوزاره المحافظين نواب المحافظين، فاحنا تقريبا امام 90 شخص او 80 شخص تم اختيار النهارده مره واحده. فطريقه الاختيار دي والقماشه الواسعه دي بتتيح المناوره ما بين الافراد يا يوسف، يعني فلان مش هينفع هنا، عنده مش عارف ايه، طب انا هحطه هنا، طب اجيبه نائب هنا، طب احوله هنا. فاحنا السياسيين بيبقى عاجبنا المسائل اللي ليها علاقه بالمناورات بحيث انه يصل لتشكيل جيد. فانا لما بلاقي تشكيل واسع بحس انه تشكيل جيد وانه اتدرس بشكل كبير وواضح. دي الثانيه. الملاحظه الثالثه انه كل يعني جزء كبير من نداءاتنا السياسيه اللي نادينا فيها بمشوار سياسي طويل عن دمج الوزارات، عن وجود وزارات سياسيه، النهارده احنا شفنا ملامح مهمه لده. مطالب الناس بتتنفذ، يعني ضم الهجره على الخارجيه ده الحقيقه مطلب للمصريين في الخارج.
وأنا جالي في الكتلة واجتمعت مع مجموعات ومن أهم مجموعات المصريين في الخارج. الحقيقة ده كان مطلب أساسي واضح ليهم، قالوا إن إحنا بنتوه بين الطرفين ما بين وزارة الفكرة ووزارة الخارجية. فأدي تحقيق مطلب للناس، ضم الاستثمار على التجارة الخارجية، وحضرتك فاهم ومستوعب كويس جدا إن مصر عايزة إيه من التجارة الخارجية ومن التصدير، وإن الاستثمار هو روح البلد، إن يضم الملف ده في إيد حد عنده خبرة طويلة في الملف واشتغل فيه وكادر إن شاء الله يبقى موفق، دكتور حسين الخطيب. فدي إن شاء الله برضو إضافة مهمة. كمان الإضافة الثانية هي معنية بشكل مختلف بقى، لما بنقول الصناعة والنقل فالناس بتستغرب، يقول لك يعني إزاي حد يمسك، هما الحقيقة الوزارتين همش علاقة ببعض، ده شيء مفهوم وواضح مش محتاج كلام ولا تفسير. لكن هنا الضم حصل لشخصية الوزير أو المكلف، اشتهر عن سيادة الوزير كامل الوزير الدأب والعمل الطويل والاجتهاد، والحقيقة المخرج اللي حصل في وزارة النقل مشهود ليه ومشهود ليه طبعا. وإحنا حضرتك فاهم كويس بقى يعني صناعة يوسف دلوقتي، إحنا عايزين نصدر، عايزين اكتفاء ذاتي، عايزين المكن يدور، عايزين نشغل الناس، عايزين عملة صعبة. كل دول ترجمهم كلمة واحدة، الصناعة والإيد العاملة. أنت عارف الصناعة بتستوعب إيد عاملة حتى غير الزراعة، الزراعة أقل، لكن الصناعة ده ملف صح غاية بالأهمية. فكمان لما يمسكوا وزير عمل إنجاز وعنده عمل دهوب، يحرك بقى الرواتب الأراضي اللي ما ترفقتش في الصناعة، يشتغل على طول ويرفقها. المصانع المقفولة واللي عندها مشاكل وإعاقات، عندنا ثقة في السيادة الوزير إنه يحرك الملفات دي وإن المصانع دي تفتح وتزال المعوقات. كمان يا يوسف في حتة عندنا إحنا كشعب وكناس، في ناس بتاخد الأراضي الصناعية وتسقعها، ودي جريمة في حق البلد طبعا. عايز تاخد شقة وتشيلها للعيال ليك استثمار، تاخد فيلا تاخد شاليه، لكن أرض صناعية تفتح بيوت وتشغل ناس، فتلاقي ناس واخدة مصانع ومسقعاها أو عامل مصنع وقافله وهو ما عندوش أي حاجة تعوقه عن إنه يشتغل، يعني مثلا يقدر يحصل على التمويل، معاه رخصته، معاه ما عندوش أي مشكلة واجهته وقافل. لا، أنت بتضر البلد، فأنت محتاج قانون فورا إنك تحرك الملفات الصناعية دي وتشتغل. الحوار الوطني بقى عنده وزير وعنده وزارة، وده مخرج مهم، مستشار محمود فوزي، هو يعني الحقيقة بهنيه وبقدره وكل التشكيل الوزاري، لكن مستشار محمود فوزي بيمثل الحوار الوطني وبيمثل هذه الحالة والكلام طيب. اللي عند طيب. عند النقطة دي يا باسل، أنا هرجع لسنة 2012 في جلسة مناقشة واجتماع لطيف جمعنا، وأنا أتذكر جيدا جملة رائعة أنت قلتها، كنا قاعدين بنعمل حاجات وبنتكلم في حاجات كتير، فرحت أنت جايب ورقة وقلم، قلت واحدة واحدة يا جماعة، أنا مهندس والمهندسين بيحبوا يعني يدققوا في التفاصيل. حلو، فدي كانت أول حاجة يعني، أو أول منطلق للسؤال. تاني منطلق للسؤال، بما أنك أنت جبت بقى سيرة الحوار الوطني، أنا كنت جاي له فعلا، أنا بتكلم مع بس العادل اللي هو مشواره كله معارضة، قبل 2011 معارضة، وحتى هذه اللحظة هو جزء من المعارضة المشاركة في الحوار الوطني وأسست كتلة الحوار. مسألة أنه الرئيس يوجه بضرورة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكويس أنك ذكرت المستشار محمود فوزي أنه كان مسؤول المكتب الفني في هذا الحوار، فالآن أصبح هو المسؤول بشكل رسمي بموقعه الوزاري. طبعا أنا بأيد كلامك جدا، أنه أنا لما يبقى رئيس الجمهورية والدولة وكلها بتتكلم عن حالة حوار، يعني بقالنا في سنة وشوية حالة كاملة، وأنه في خطاب التنصيب الرئيس بيتكلم عن تعزيز المشاركة السياسية واستمرار حالة الحوار الوطني وفي كل الخطابات الحقيقة. فالنهاردة لما لقي منتج ملموس على الأرض إن هو وزارة بتتكلم، يبقى أنا عندي وزير هيبقى معني هو كمان بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هو معني بالشؤون النيابية، فهو متصل بكل السياسيين والنواب، وكمان إضافة الإضافة الجميلة على الوزارة إنه المجالس النيابية والتواصل السياسي. أنت عارف دي كانت قضية كبيرة جدا طبعاً. إنه والسياسيين لما يجي يتواصلوا ما فيش قناة واضحة تقدر تروح تقول له أنت ملزم تسمعني. النهاردة أنا بقى عندي وزير هو الحقيقة ملزم وهو مهتم بطبيعة الحال صحيح، وكمان عرف على الوسط السياسي كله في الفترة اللي فاتت، فبقى عندي وزارة وعندي قناة واضحة جدا أتواصل معها سياسيا
بقى في كمان قناه للحكومه انها تتواصل مع الناس والجماهير. انا دايما بقول ان الحكومه ما بتكلمش الناس، ومش عارفه تستوعب طموح الناس، مش عارفه تكلمهم بطريقتهم واحلامهم وامالهم وتاخد من الناس. انت عارف الحكومه لازم الحكومه دي تتواصل جامد مع الناس عن طريق على الاقل الاعلام، لازم تبقى طول الوقت بتصرح بامور، لازم يبقى في مصارحه ومكاشفه وحديث. بالظبط كده. فبرضه لما يبقى في مسؤول ووزير معني بالتواصل السياسي اعتقد ان ده شيء مهم جدا. انا النهارده كمان اكيد بلا ملاحظه يوسف انه النواب الكتير، يعني انت عارف في وزاره النقل ثلاث نواب على سبيل المثال، وده شيء جيد. انه وانخفاض اعمار النواب ده بيخفض عمر الحكومه بالكامل، يعني انت لو بصيت لمتوسط عمر الحكومه والمحافظين النهارده انا ظني انه لن يتعدى ال 45 سنه من لو جمعت الاعمار وحسبتها على عدده متوسط العدد. دي كمان مساله مهمه، احنا كمان خلق صف ثاني وثالث. فاكر ياما اتكلمنا ان البلد كوادرها بتفضى وكذا، وعايزين نخلق صفوف. فالنهارده انا قدامي صفوف وقدامي ناس بتضاف للحقيبه السياسيه، فده شيء مشرف. وانه كمان هنا لا اغفل كمان الحقيقه الدور الوطني المهم اللي عملته الاكاديميه الوطنيه للتدريب، انه دعمت المساله دي. وهنا انا عايز اضم الدعم ده كمان يا يوسف للاحزاب، ان احنا كنا بنطالب بوزاره تنميه سياسيه، ان الاحزاب عايزه برضو يد الدعم والمساعده ان هي كمان تقف على رجليها، لان انا متصور ان يعني مدرسه السياسه هي الاحزاب في النهايه، يعني مهما دورنا على حلول طبعًا. احنا محتاجين محتاجينها تقف على حيلها وتشد حيلها وتبقى موجوده في البلد. فكل المؤشرات دي الحقيقه انا شايفها مؤشرات ايجابيه، وانا بتمنى من كل قلبي يعني للحكومه التوفيق، وان هي فعلا تقدر تحقق امال الناس اللي في الشارع وطموحها، لان البلد فعلا محتاجه حكومه حاسه بالناس. كان في اصلاح اقتصادي جريء جدا يا يوسف وعنيف ويحسب للرئيس جدا. يا رب يا مسهل الحال يا باسل، يعني لكن محتاجين نلملمها، غلاء الاسعار، التضخم طبعا، يعني كل المسائل دي في المنديت بتاع الحكومه. اتمنى لهم التوفيق وانهم يا رب باذن الله. يا رب يا رب، العمل مشترك في النهايه. مبسوط قوي انك كنت معانا دلوقتي، واتمنى ان احنا نشوفك قريب بقى كده في البرنامج، تنورنا وتشرفنا. وكده كده انا ليا عندك عزومه غداء او عشاء حلو جميل، انا بحب اكل بالليل متاخر. شكرا جدا 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 مهندس باسل عادل، رئيس ومؤسس كتله الحوار. نسيت اتكلم ايضا على من تعاملت معهم بشكل شخصي، الدكتور اسامه الازهري، عشان خدت بالي دلوقتي ساعه اليمين طبعا، لكن انا اتكلمت عن الدكتور اسامه امبارح الحقيقه، وعندي استعداد اتكلم عنه النهارده وبكره، لانه رجل فائق الكفاءه، عظيم الخلق، غزير العلم، ده بجد مش هزار يعني. ففعلا مكسب مكسب مكسب. خليني اخد معانا على التليفون سياده النائب تيسير مطر. اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك النائب الاعلامي الجميل المحبوب؟ حبيبي يا فندم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا تيسير بيه. الله يخليك يا شيخ. تعليق حضرتك ايه على التغييرات في الحكومه والمحافظين؟ اسمح لي بس الاول اضم نفسي معاك في العزومه بتاعت باسل. يعني يلا بينا، انت لوحدك. يلا بينا يلا بينا. تحياتي يا غالي، ربنا يبارك لك. يا رب يخليك يا فندم. الحكومة الجديدة كلنا عندنا أمل فيها خلاص، يعني احنا أمنيتنا وأملنا وطموحاتنا مش كنواب ولا كأحزاب، كمواطنين مصريين بقت متعلقة بالحكومة القادمة تعلق غير عادي يا يوسف بيه. احنا النهاردة محتاجين حكومة تتواصل زي ما سيادتك قلت مع المواطن باستمرار، يبقى ليها مردود سريع للمواطن في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت أهم حاجة تشغيل المصانع، حركة الإنتاج تتحرك، المشاكل اللي موجودة. وأنا عايز أقول يعني حاجة يوسف بيه، الدول كلها فيها مشاكل، الحكومة القوية هي اللي بتحل المشكلة قبل ما تتحول إلى أزمة. أيوه صح 100%. ودي مهمة جدا، يعني احنا متاكدين ان الاختيارات اللي تمت هتبقى اختيارات متميزه وقادره على حل المشاكل وعلى الوصول الى طموح المواطن اللي الطموح بتاعه كل يوم بيزيد، لان احنا دوله مش قليله ومعانا رئيس قوي وعارفين ان امنيته ان مصر تبقى افضل شيء، واحنا كمصريين كلنا متكاتفين مع الحكومه وكنواب وكاحزاب انها تنجح، لا مجال للفشل.
لا مجال للفشل ولا رفاهية للوقت. فكل اللي احنا عايزينه في الفترة اللي جاية ان الحكومة تنجح وتقدر توصل لتحقيق طموحات المواطن المصري اللي صبر كتير، وان من حقه كمواطن بيحب بلده وابن بلد وجدع وبيحب قيادته، ان لازم يشعر بقى بان في مردود جاي ليه بصراحة. يعني من حقه يلتقط انفاسه شويه، من حقه يلتقط انفاسه شويه ويعيش ويعيش كمان يوسف بيه. الدور النواب ملموس وعلى ارض الواقع منهم سيادتك، التواصل المستمر مع الناس، تواصل الحكومه مع الناس مهم جدا، الدور الاعلامي المتميز اللي بتقوم بيه النهارده المتحده والقنوات في التواصل مع الناس وتوضيح الامور، كل دي حاجات بتخلينا نتقدم الى الامام. الحوار الوطني ومخرجاته وسيادتك يعني كنت بتبقى منوره باستمرار. كل الحاجات دي كلها لو الحكومه خدت روجيت الحوار الوطني وحطته قدامها، الحوار الوطني هو نبض الشارع، نبض المواطن. صحيح. كل اللي احنا قلناه في الحوار الوطني وحضرتك مشارك فيه وكل الزملاء شاركوا فيه، اتثقفنا وتعلمنا واتكلمنا ووصلنا المخرجات. المخرجات دي النهارده لو اتحطت قدام الحكومه كروجيتا ومشيت عليها وحطت لنا جدول زمن يوسف بيه مهم جدا، لان رفاهيه الوقت ما بقتش موجوده خلاص. احنا عايزين حاجات سريعه جدا وخاصه في قطاع الانتاج، الزراعه والصناعه مهمين جدا جدا. أيوة. ويمكن بنقول ان ربنا يقوي الوزير كامل الوزير في ملف الصناعه، لانه ملف تقيل وملف هو الفريق كامل دايما قدها وقدود. يعني النقله اللي حصلت في النقل والمواصلات والطرق في مصر وخلتنا في مصاف الدول المتقدمة فعليا، وقفزنا الحقيقة في الترتيب بتاعنا فتخطينا بعض من دول الاتحاد الأوروبي في كفاءة الطرق والنقل وشبكة المواصلات بتاعتنا، يخليه ينجح في الصناعة. احنا متأكدين صحيح. من كده صحيح. متأكدين جدا يعني. وكلجنة صناعة يوسف بيه يعني بنقول له احنا معاك واحنا جنبك وهنبقى داعمين ليك، ونتكلم مع بعض ونشوف ايه المشاكل وتسمع لنا، لان هننقل لك المشاكل من ارض الواقع. صحيح. هننقل لك المشاكل. احنا كنواب لجنه الصناعه كلنا في مجالات صناعه مختلفه، لما يقعد مع لجنه الشيوخ ولجنه النواب هتوصل له نبض الشارع، هتقرب له مسافات كتيره جدا. واحنا ندعي ربنا ان ربنا يوفقه ويقويه، لان الصناعه المفتاح الرئيسي للانطلاقه الى الامام. يا مسهل الحال، انا بشكرك جدا 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 سياده النائب، كل الشكر. سياده النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، مساله نقل الصناعه دي عشان ايه؟ برضو ايه الاخوان قعدوا يزيطوا فيها حبتين. يا ساده الكرام، للمره العشروميه والله العظيم الناس بره في كل حته، مفيش دوله في الدنيا بتقول اللي بقى دي ابدا. حلوه كلمه بقى جمع بق، ماشي. انا احب اتكلم زي الناس يعني، لانه الكلام اللي انا بقوله ما هوش كلام عيب يعني. يا جماعه، الناس بره بتتولى الحقيبه لانه جاي اعمل استراتيجيه للعمل، جاي لاجل ان انا اعمل استراتيجيه واحط رؤيه محترمه للشغل واعمل ضبط وربط واشوف الدنيا ماشيه ازاي، ولو في حاجه مبهوقه هلمها، ولو في حاجه متعطله هنحركها الى اخره. ده على سبيل المثال ليه بنتكلم على مساله الصناعه والنقل. حدش يجي يقول لك ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ مفيش حاجه اسمها كده. لو حضراتكم رجعتوا تشكيلات الحكومه في المانيا، في فرنسا، في انجلترا، لو حبيتوا تتفرجوا على الوزراء في الولايات المتحده الامريكيه مثلا، يعني بيسموهم السكرتاريه هناك، ماشي، مثلا روح بص على التشكيلات الوزاريه في اسبانيا وبص على السي في بتاع كل وزير، هو ايه علاقته المباشره بالوزاره اللي هو متوليها؟ مفيش علاقه مباشره غير العلاقه الاهم، الا وهي كفاءه الوزير، السيرة الذاتية بتاعت الوزير، كفاءة الوزير، قدرات الوزير إلى آخره. دي اللي بتجيبه. ممكن تلاقي طبيب يتولى منصب مثلا متعلق بالسياحة، مش ده المهم. المهم هو عنده هذه القدرة على إدارة هذا الملف ولا لا. لكن الفنيات، في حاجة اسمها وكلاء وفي حاجة اسمها الوكيل الدائم، دي فنيات. ده يعني بس عشان ايه؟ بس نبقى فاهمين المسألة ماشية ازاي. هذا الكلام انا مش بقوله والله علشان خاطر انا من الناس اللي بتحب الفريق كامل مثلا يعني، لا، لان انا في النهاية خالص انا ليا ايه كمواطن؟ انا ليا ايه؟ انا ليا والله الفريق كامل عندما تولى، مش اقولك بقى الهيئة الهندسية، لما تولى وزارة النقل، الدنيا اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ لا، ده اتغيرت واتغيرت واتغيرت. اظن احنا ترتيبنا
احنا ترتيبنا ما بين العشرين والثمانية وعشرين، انا مش متذكر الترتيب بالظبط كام. عمليا انا تخطيت دول في الاتحاد الاوروبي، ده ما كانش في الاحلام يا جماعة. مثلا يعني على كل نفس القصة في التمويل الى اخره، يعني اللي انا عايز اقوله لك اذا سمحتوا اذا سمحتوا ما تسلموش ودانكو. احنا لينا ايه يا جماعة، انا وانت وغيرنا كمواطنين، احنا لينا نتائج صح بس كده. خلونا نروح لتقرير عن لقاءات عملتها قناتنا الشقيقة اكسترا نيوز مع الوزراء الجدد بعد حلف اليمين. خلونا نشوف التقرير ونطلع فاصل سريع ونرجع فورا. طبعا التنمية البشرية هو رأس المال البشري، يعني أي دولة في الدنيا بتمتلك في المقام الأول ليست موارد يمكن أن تقاس موارد مالية، لكن مواردها الأساسية بتبقى متبسلة في الإنسان الذي يعيش فيه. طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا في دول العالم، يعني يمكن لا تمتلك ثروات ولكن تمتلك قدرات كبيرة جدا في العنصر البشري. وسكانت مصر في فتراتها الطويلة في التنمية مهتمية جدا بعملية البناء الإنسان، فمن هنا كانت فكرة العنصر الخاص برأس المال البشري أو التنمية البشرية. ببساطة هي كيفية صناعة إنسان أو كيفية تطوير الإنسان منذ ولادته بل قبل أن يولد إلى أن يصل إلى مرحلة أن يكون عنصر هام وفاعل ومنتج في المجتمع المصري. كل الملفات ملفات وزارة التضامن مكملة بإذن الله، إنما إحنا هندرس الأولويات وحلمي أنا الشخصي إن أنا أبقى بنخرج أسر من دائرة الفقر والعوز. إزاي نقدر هندرس إزاي نخرجهم، إيه الفرص المتاحة اقتصاديا، إيه المشروعات اللي ممكن تتعمل على في المحافظات نقدر ننجح بها ونخرج نسبة من دائرة الفقر، لأن ممكن نبقى عندنا أعداد كبيرة في تكافل وكرامة، ولكن الهدف الأسمى إن إحنا مش عايزين يبقى جيل ورا جيل. استكمالا للدعم الغير مسبوق اللي خدته الأجندة البيئية في عهد فخامة الرئيس السيسي، هنستكمل على أربع محاور رئيسية. الملف اللي أنت ابتديت بيه ملف تغير المناخ، هذا الملف محتاج مجهود كتير جدا على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ اللي بيترأسه فخامة رئيس الوزراء. الجزء الثاني خاص بالمشروعات الفعلية اللي بتتعمل على الأرض، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف. وثالث حاجة دور مصر القوي في المفاوضات الدولية. إزاي أسعد كل إنسان داخل دور المحاكم والنيابات والشهر العقاري في أن هو ينجز الخدمة بتاعته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب، يكفيه رهبة المكان نفسه، لأن تعرف المحاكم والنيابات أماكن بالنسبة لنفسية أي إنسان غير مرغوب فيها. إزاي أنا أعيد له الطمأنينة وأخليه يخرج من المحكمة هو أضى مصلحته، قدم ورقته، قدم قضيته، اطلع على الجلسة المؤجلة، شاف الإجراءات بيسر وسهولة. فالهدف الأسمى خدمة المواطن. أهم التحديات بتاعتنا اللي هو قانون العمل، وقانون العمل مهم جدا الفترة اللي جاية، اللي بيعمل توازن ما بين أصحاب الأعمال وبين العامل نفسه، ودي بتعمل بيئة للاستثمار جيدة جدا. بجانب ان تعرف وزارة العمل تكاد تكون وزارة خدمية، هي موجودة مع كل الوزارات، عاملة زي كده الملح داخله في كل حاجة طبعا. فلابد ان انت تكون عندك تفاهم وفي رؤية انك انت تتعاون مع جميع الوزارات الموجودة، علشان العمالة هي قاسم مشترك في كل حاجة في الدنيا. ضمن الأولويات اللي سوف نعمل عليها ان احنا نوفر الوقود اللازم للمحطات الكهرباء لتوفير الكهرباء للمواطنين وللشركات العاملة بمصر، وثانيا هنشتغل على زيادة الإنتاج. هيكون في تركيز على زيادة الإنتاج، إنتاج الزيت وإنتاج الغاز، وسوف يتم برضو التركيز على الاكتشافات، الشغل على ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات لحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط، في الصحراء الغربية، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. بإذن الله في تشجيع المزيد والمزيد من الشركات
العالمية لتتخذ من مصر مقصدا للتعهيد، ومن ثم توفير فرص عمل لأبنائنا من مختلف التخصصات للعمل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أول حاجة أن احنا بناء الإنسان المصري أهم حاجة، وإحنا بنشتغل في المستقبل. الحقيقة جميع الناس بتشتغل في حاجات حالية، احنا كل شغلنا على المستقبل. كمان 10 سنين الدولة هيبقى شكلها ايه، من يقود الدولة شكله ايه، فكل شغلنا بنتكلم على المهارات التي مهارات لأعمال لم تكتشف بعد، فاحنا بنتكلم على مهارات. فاحنا هنحاول نشتغل على تنمية المهارات بشكل قوي جدا، هنحاول نطور المدرسين، هنشتغل على المدرسين والمعلمين، هو عماد العملية التعليمية، مفيش تعليم بدون معلم، هنشتغل على المعلمين، هنشتغل على التطوير التكنولوجي، طبعا ده اهتمامات قوية جدا للدولة، هنطور تكنولوجيا جدا، هنشتغل على الكثافة في الفصول، عندنا مشاكل في الكثافة قوية برضو هنشتغل عليها. الصناعة إن شاء الله في الفترة القادمة ستكون هي قاطرة التنمية، زي ما يوم ما شرفني سيادة الرئيس وعيني وزير النقل قلت إن شاء الله بإذن الله قطاعات النقل ستكون في طليعة قطاعات الدولة وستكون قاطرة التنمية. النهاردة الصناعة بإذن الله ستكون قاطرة التنمية، وهنبني على ما تم تنفيذه من بنية أساسية. الحقيقة الاعتماد على طاقة جديدة ونستخدم سبل الحديثة في عملية مراقبة الأحمال ومراقبة التوزيع واستخدام السولار بانل أو طاقة الرياح، إن شاء الله يكون حاجة دي قيمة مضافة للشبكة عندنا، تقدر إن احنا نوفر منها طاقة منضبطة وطاقة تكون موجودة على مدار اليوم إن شاء الله، وكمان نقدر نراجع التكاليف بتاعتنا في التوليد والتكاليف بتاعتنا في التوزيع، ويبقى إن شاء الله في حاجة منتظمة وموجودة بصفة دائمة. يعني الأولويات الكبيرة جدا، يمكن النهاردة كمان كان في أولويات محددة تم التوقيع عليها على سلسلة أو موضوعات من التكليفات اللي موجودة. الحقيقة في قطاعين، قطاع الشباب وقطاع الرياضي، هيكون في إكمال بناء الإنسان والرؤية المتكاملة للشخصية البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية الحقيقة، لكن ربطها بالحاجات والمشكلات اللي موجودة، سواء الجزء التمكيني والتعليمي، الجزء المرتبط بالجوانب التوظيف وال يعني العمل، الجزء المرتبط بالأفكار عن ريادة الأعمال. على أن تتحول المساجد وبيوت الله إلى منابر للأمان والطمأنينة والأمل والعلم، إلى تحقيق مقاصد الشريعة، إلى حفظ هذا الوطن، إلى تقديم الخطاب الديني الرشيد المنير. كما أنني أتوجه إلى شعب مصر العظيم، إلى أهلنا الكرام الذين نحن جزء منهم وثمرة من ثمراتهم، وأعد الجميع بإذن الله على أن نعمل على أن تمتلئ آذانهم بكل ما هو منير بإذن الله من المساجد. في تطوير للعديد من الملفات، طبعا المرحلة اللي فاتت احنا كنا بنبني فيها العديد من الرؤى والاستراتيجيات والسياسات، وبدأنا في تنفيذ العديد من هذه المشروعات، وحاليا احنا بنتابع وبنطور تنفيذها على أرض الواقع. هناك تحديات داخلية وهناك تحديات إقليمية وهناك تحديات دولية. في التحديات الداخلية زي ما حضرتك شايفة هناك أزمات في الاقتصاد، هناك أزمات في الطاقة. الحقيقة التغلب على كل هذه التحديات بيبدأ من نقطة واحدة، هي التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع ان هو يفهم على اي أرضية يقف. احنا عندنا تكليفات واهداف محددة اشتغلنا عليها في الفترة السابقة، وان شاء الله نستكملها في الفترة الحالية، واعتقد ان احنا ممكن نلخصهم في 3 ابعاد رئيسية. البعد المحلي، ابعاد تطوير منظومة الري، احنا بنتكلم النهاردة على منظومة الري 2.0 او النسخة الجديدة من منظومة الري في مصر بعد التطوير وحجم الاستثمار اللي تم في قطاع المياه في الفترة السابقة. بنتكلم على البعد الأفريقي وخصوصا دول حوض النيل والتعاون مع دول حوض النيل، وخاصة احنا حاليا بنرأس رئاسة وزراء المياه الأفارقة اللي هم فيهم 54 دولة، مصر بتترأس وزراء المياه الأفارقة لمدة 2 عام. البعد الثالث هو البعد الدولي، ووضع مصر مع التغيرات المناخية، مع دمج ملف المياه بالتغيرات المناخية والنجاحات اللي حققتها الدولة المصرية وخصوصا وزارة الموارد المائية والري في ضوء المتغيرات
المحلية والإقليمية والدولية، أعتقد زيادة الاستثمار بشكل كبير جزء من الأولويات الحكومة الجديدة. في رأيي أول ملف هو تحسين بيئة الاستثمار وجعل الاستثمار أو البيئة الاستثمارية في مصر بيئة منافسة ونراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية. الأهداف إن احنا يجب أن نجتذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطي الفجوات الموجودة في الـ savings أو الادخار في الوضع المصري. من أبرز الملفات اللي لازم في المحلات نهتم بها في الوقت ده هي التصالح، ملف التصالح، ملف رخص المحلات، ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ملف المخلفات. في ملفات كتيرة جدا الفترة دي لازم احنا نبدأ نشتغل فيها. يعني توفير الغذاء للشعب المصري ده حاجة مهمة جدا، واعتقد الأزمات اللي بيمر بيها العالم من حرب أوكرانيا وحرب روسيا والأزمات الاقتصادية بتخلي مصر لازم تعتمد على نفسها وتستهدف الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية ان شاء الله. خدمة المواطنين هي رقم واحد، يعني تخفيف العبء على المواطن المصري هي شغل الشاغل لوزارة التموين من هنا ورايح. العمل هيبدأ من النهاردة من بعد حلف اليمين، وإن شاء الله النتائج هيشعر بها المواطن سريعا جدا، وبإذن الله بنعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين. وزارة الإسكان يعني أحد أهم الوزارات اللي موجودة، والحقيقة عندنا مجموعة من الملفات ذات الأولوية، يمكن يجي على رأسها مشروع طبعا الإسكان، وتحديدا الإسكان سكن كل المصريين والإسكان الاجتماعي، وأيضا يمكن مشروعات تطوير العشوائيات في المناطق المختلفة ضمن الملفات المهمة. مشروع حياة كريمة الحقيقة هنبذل فيه مجهود كبير جدا الفترة اللي جاية دي إن شاء الله. إضافة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي أعتقد أنها نقلة مهمة جدا. إحنا عارفين أنه علاقتنا الدولية مع الشركاء المختلفين كلها مبنية على الاستراتيجيات الوطنية، على المشروعات الوطنية، على الأولويات الوطنية. فالحقيقة مع دمج الوزارتين هيبقى فيه بشكل يعني أكثر سلاسة، ممكن نسميه ده، إنه الاستراتيجيات تبقى يعني مفروضة بشكل تفصيلي أكثر. أولويات بتاعت الحكومة لازم وزارة المالية تبقى مساندة فيها بشكل واضح من ناحية المالية، من ناحية التمويل، من ناحية توفير التمويل المطلوب. إن شاء الله نبقى مساندين جدا لقطاع الطاقة الفترة القادمة عشان خاطر في أسرع وقت ينقطع، يعني نوقف الانقطاعات إن شاء الله، نوفر كل الاحتياجات للأمور الأساسية من أدوية وسلع أساسية، ونبتدي بقى نشتغل مع مجموعة الاقتصادية كلنا مع بعض كفريق واحد لإن إحنا إزاي نقدر نجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ونعمل حركة اقتصادية قوية الفترة القادمة بإذن الله. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب تعالوا بقى ايه نكمل الكلام. احنا اتكلمنا طبعا على وزراء الحكومة بعد التغيير الوزاري، وخلونا نتكلم بقى على حركة المحافظين وتعيين نواب جدد. وده بالمناسبة واحد من ابرز الخطوات الدستورية التي تلت اداء اليمين للوزراء والمحافظين الجدد. معانا على تليفون دكتور سمير عبد الوهاب، الاستاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. يعني كنا بنتكلم على مساله ما بين التغيير الحكومي ثم حركه المحافظين وايضا النواب الجدد وانها خطوه دستوريه، كيف ترى هذا الامر يا دكتور؟ يعني طبعا اللي حصل النهاردة بيعتبر خطوة مهمة جدا، سواء فيما يتعلق بالتغيير الوزاري أو فيما يتعلق بتغيير المحافظين. يمكن على مستوى التغيير الوزاري بنلاحظ أن حوالي 67% من الوزراء تم تغييرهم، تم استحداث وزارة جديدة اللي هي وزارة الاستثمار، تم دمج بعض الوزارات زي وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، وزارة النقل مع الصناعة وهكذا. يعني طبعا أيضا فيما يتعلق بالدماء الجديدة اللي هي دخلت في الوزارة، هنجد أن نسبة كبيرة من الوزراء اللي هم يعتبروا في سن الشباب يعني، وده بيعتبر ضخ دماء جديدة في الحكومة وكده. وإن كنت يعني طبعا فكرة السن زي ما يعني أهم حاجة يعني طبعا الكفاءة،
طبعا. يمكن السن لو احنا نظرنا للسن هنجد ان كلهم الوزراء جميعا يعني بيقعوا في فئتين عمريتين، فئه الشباب، لان طبعا وفقا لمنظمه الصحه العالميه بتعتبر ان سن الشباب من 25 ل 65 سنه، وبتعتبر ان هم من 65 لغايه 80 بيعتبروا من متوسط العمر. ايه ده يعني انا كده لسه يعني انا كده لسه سن الشباب بقى دكتور؟ طبعا طبعا وفقا لمنظمه الصحه العالميه هي استنبطت الفئات دي وفقا لكده يعني، فده مع ده متعارف عليه. فالاثنين بيقعوا في فئتين في مرحله القدره على العطاء والاداء يعني بصفه عامه. فده بالنسبة طبعا استهداف برضو اثنين نواب رئيس وزراء دي مهمة جدا، لان يمكن كان ده مفتقد في الوزارة السابقة او الوزارات السابقة، فكرة التنسيق ما بين الوزراء وبعضهم البعض. فاعتقد وجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية ممكن يبقى دوره مهم جدا في التنسيق ما بين الوزارات اللي هي بتصب في مجال التنمية البشرية زي التعليم والصحة وغيرهم، أو نائب رئيس وزراء للصناعة والنقل. طبعا يمكن البعض زي ما حضرتك ذكرت يعني بيستغرب من فكرة العلاقة ما بين الصناعة والنقل، لكن يمكن قبل كده الفريق كامل الوزير كان قال ان هو في كوزير النقل بيعتمد على تصنيع عربات للسكك الحديد او الاتوبيسات او كده، فهنا وزاره النقل بتعتمد على التصنيع يعني في عملها او في جانب كبير جدا منها طبعا بتصنع، بتعتمد في جانب كبير على التصنيع طبعا. ممكن يكون ده برضه من اهداف الجمع ما بين وزاره النقل ووزاره الصناعه. وحضرتك ادرى مني يا دكتور سمير، يعني ادرى حضرتك الاستاذ في هذا العلم يعني كاستاذ الاداره والحكم، ان احنا بنتكلم انه هو كثير جدا من دول العالم الاكثر تقدما التخصص الاكاديمي للفرد لا علاقه له على الاطلاق بالحقيبه الوزاريه او السياسيه التي يتولاها. بتفق مع حضرتك في النقطه دي، لان اهم حاجه في الوزير هو اولا ده منصب سياسي ومنصب اداري في نفس الوقت، لان هو بيقوم بدور سياسي باعتباره عضو في مجلس الوزراء بيشارك في وضع السياسه العامه، وهو بيعتبر على قمه الجهاز الاداري في الوزاره بتاعته، فهو بيجمع ما بين الجانبين السياسي والاداري، وبالتالي هو مش بالضروره يكون متخصص في الجانب الفني، لان ده ممكن يعتمد فيه على مستشارين، بس هنا مع ضروره حسن اختيار المستشارين اللي هم يساعدوه. لكن بصفه عامه المفروض ان هو تتوفر فيه القدره على اداره الازمات، القدره على حل المشكلات، القدره على التواصل مع المواطنين ومع المجالس النيابيه او البرلمان يعني. فدي اهم الصفات اللي هي المفروض بتتوافر في اي وزير يعني. صحيح. يعني طبعا بالنسبه يمكن حضرتك اتكلمت عن حركه المحافظين برضه في نفس الاطار، يعني حصل تغيير كبير جدا في المحافظين وفي نواب المحافظين، يمكن نسبه التغيير في بالنسبه للمحافظين وصلت لحوالي 78% عدد اللي هم تم تغييرهم واصبحوا محافظين جدد، يعني لاول مره 21 محافظ بالاضافه للابقاء على 7 محافظين من كانوا موجودين يعني دول استمروا يعني، لكن ادى اليمين القانونيه ايضا ان هم كانوا يعتبروا مستقيلين بانتهاء مده رئيس الجمهوريه. في تنوع في خلفياتهم المهنيه ما بين ناس كانوا يعني عندهم خلفيه عسكريه، في ناس عندهم خلفيه امنيه، في ناس عندهم خلفيه مدنيه، ويمكن في عدد لا باس به من المدنيين اللي هم كانوا بيعملوا في مجال الاداره المحليه كسكرتيرين عموم او رؤساء احياء او مدن يعني، بالاضافه برضه في بعضهم كان بيعمل في اطار اداره المدن الجديده. أيوة. فالمحافظين فيهم قدر كبير من التنوع، لكن المهم بالنسبه للمحافظين يعني سواء كانوا اللي هم استمروا او اللي هم الجدد او كده، انا ارى ان هم المفروض كل واحد فيهم يستغل الفترة القادمة دي في ان هو يتعرف على المشكلات اللي موجودة في المحافظة بتاعته، يتعرف على الامكانيات والموارد المتاحة في المحافظة بتاعته، وازاي هو يضع خطة
تبقى على الأقل معيار من خلاله هو يقدر يقيم أداؤه ويعمل في ضوء، وتبقى دي يعني كأنها دي يعني اتفاق ما بينه وما بين المواطنين، ويريد كمان ده يبقى من خلال إشراكه للمواطنين في عملية وضع هذه الخطط، وعنده الكثير من الآليات اللي هو ممكن يعتمد عليها. دي مهمة جدا 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 يا دكتور. جدا مسألة ان هو التواصل طول الوقت مع المجتمع المحلي. خليني اول اشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور سمير، دكتور سمير عبد الوهاب استاذ الاداره والحكم المحلي بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. حاجتين فعلا مهمين جدا قوي خالص، سواء اذا كان للحكومه كوزراء او للمحافظين، ويمكن حاجه منهم بالنسبه لي مقتبسه يعني من مناقشات حصلت النهارده، الا وهي يعني مثلا على سبيل المثال، انا النهارده مثلا كنت بتكلم انا والدكتور سامي عبد العزيز، حضراتكم عارفين طبعا يعني استاذ الاعلام واحد اهم الخبراء في هذا المجال، فكنا بنتكلم على انه مساله، وفعلا هو كان بياكد على كده دكتور سامي، مساله المصارحه المكاشفه طول الوقت، ودايما ابقى جاهز بمجموعه من السيناريوهات، سيناريو ثم سيناريو بديل ثم سيناريو ثالث وسيناريو رابع وسيناريو خامس وهكذا، لانه الظروف دائما متغيره وتعاطي المجتمع مع الظروف طبيعي هتبقى متغيره. اذا الوزير كان او المحافظ لازم يكون في عنده مش بقى بلان A وبلان B، لا دي A و B و C و D و E و يعني ربنا ما يجيبش F. حلو، فده شيء مهم جدا. الأمر الآخر وتحديدا بقى هنا المحافظين، وأتمنى أتمنى أتمنى أنه المحافظين يعني يكون صدرهم رحب للمقترح اللي أنا بفكر فيه معهم بصوت عالي أهو على الهوى، باعتباري مواطن المحافظ لازم يكون على علاقة وطيدة وثيقة الصلة مباشرة مع مين؟ مع منظمات المجتمع المدني بتاعت محافظته، لأنه هم دول اللي هينقلوا له نبض أهالي المحافظة، هم دول اللي هيقولوا له المشكلات المباشرة والحقيقية بتاعت أهالي المحافظة. طول ما هو على تواصل مع المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني بتاعت المحافظة بتاعته، هيعرف نبض الجماهير بالتعبير الستيناتي بتاع زمان ده، عارف نبض الجماهير هيبدأ يشتغل أكتر مع الجماهير ومن هنا ينجح جوه محافظته. يمكن ده من ضمن الحاجات اللي انا كنت عشان كده بقول لكم ان مبسوط جدا بدكتور منال ميخائيل، لانها الان هي وزيره التنميه المحليه، لان هي عملت ده في دمياط وبمنتهى الكفاءه، بمنتهى الكفاءه. اتمنى 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 ان دكتور منال لما هتقعد مع المحافظين تتكلم معاهم في ده، واتمنى ان المحافظين كلهم ياخدوا هذه الفكره ويبداوا يشتغلوا عليها بقوه. طول ما في تواصل ما بين المحافظ واهل المحافظه هينجح، لانه هيبقوا عاوزين ينجحوا، هيشتغلوا معاه. اشتغلوا مع اهالي المحافظات، اشتغلوا مع ابناء المحافظه نفسهم، مش داخل اروقه مبنى المحافظه، لا انزلوا. وما تنزلوش يا جماعه ارجوكوا الساده الكرام لو سمحتوا، بلاش النزلة بتاعت احنا رايحين الحي الفلاني، السوق العلاني، القرية الترتانية، اللي مش عارف ايه الاولانية. الكلام بيتبلغ قبل ما سيادتك تنزل، كل حاجة بتبقى حلوة وهيظبطوا لك الدنيا وهيرشوا الارض، هيفرشوا الارض رمل ويحطوا اثار الزرع والورد واللازم منه، هتروح هتلاقي الدنيا حلاوة وبقلاوة. لكن الواقع عادة ما بيبقاش كده. نعمل ايه؟ منظمات المجتمع المدني. نعمل ايه؟ منظمات المجتمع المدني. نعمل ايه؟ منظمات المجتمع المدني. هيقولوا لك الحقيقه بس. طيب خلونا بقى نروح للعالمين، وهنشوف حفله اول مره بقى. اول مره هتيجي تقولي ما هو اصل، اقول لك لا ده كانت غنوه وفيديو كليب بالظبط كده، محمد منير وعمرو دياب، عمرو دياب ومحمد منير، القطبين الأكبر والأشهر في سماء الغناء العربي بالكامل. يعني في الجيل ده ما في حد أشهر من عمرو دياب ومحمد منير في الجيل. طب أنا جايب أزيدك من الشعر بيت، محمد منير وعمرو دياب تقريبا هما الاتنين الوحيدين في جيلهم اللي بيتم الاستماع إليهم ومعروفين في أوروبا وفي أمريكا، ومش بس من المستمع العربي، لا من الأجانب. هتيجي تقولي بس أصل فوق،
انا بتكلم على جيلهم عشان الست فيروز فوق الكل يعني، ده موضوع تاني خالص. ست فيروز ربنا يخليها لنا. طيب خليني هنا اخد معايا بقى على هذه الحفلة الاولى التي تجمع منير وعمرو دياب. امجد جمال ناقدنا الفني المعروف، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ يوسف، ومبسوط ان انا معاك. انا مبسوط اكتر بيك يا امجد. اولا ايه رايك في مساله حفله تجمع عمرو دياب ومحمد منير دي؟ قطبين وحاجه يعني تخلي المستمع يتحمس جدا انها كمان هتكون حفله في مهرجان العالمين، والنجمين عمرو دياب تحديدا ما حضرش النسخه الاولى من المهرجان، ما كانش موجود، فان هو طبعا هينضم اسم كبير طبعا. عمرو دياب اهم نجمه واكبر اهم اسمين طبعا مع محمد منير، والاثنين طبعا بيمثلوا مدارس فنيه كمان مختلفه طبعا، مش شبه بعض كمان. شعبيتهم ما فيش بينهم حتى منافسه، يعني هما الاثنين اللي بيسمع ده بيسمع ده، يعني ما فيش بينهم هما تكامل مش صحيح. تنافس، لان هما لونين ما لهمش اي علاقه ببعض على الاطلاق. وان كانوا بالمناسبه انا مره كنت قاعد مع منير فقال لي ان هو وعمرو دياب اصحاب جدا ومن زمان، يعني من قبل حتى ما يعملوا اغنيه القاهره. الكلام ده انا فاكر كنا في 2011 بالظبط. هو عمرو دياب بداياته طبعا، هو منير طبعا اقدم بخمس ست سنين، كان عمرو دياب بيعتبره الايدل بتاعه، حتى هو قال ان هو من الناس اللي كان لما جه من بورسعيد عمرو دياب كان دايما باصص لتجربه محمد منير مع يحيى خليل تحديدا في البوم شبابيك والالبومات اللي حصلت بعده اللي كانت واستاذ هاني شنوده طبعا. هو عمرو دياب كان بالنسبه له منير رمز، ومن يعني من المطربين اللي هو حتى في بدايات عمرو دياب بيحسب ان هو بيتقال ان هو كان بيقلد منير شويه او واخد السكه بتاعته شويه. هو طبعا عمرو دياب اختلف فيما بعد من البوم ميال ومن 88 لحد دلوقتي اختلف شويه عن السكه بتاعته. بص انت الناقد المتخصص بس انا اللي عاصرت الفتره دي، انا داخل على 50 يا عم امجد. الحق يتقال ربنا يخليك، الحق يتقال. لا عمرو لون طول الوقت، انا في رايي يعني انا عاصرت ده، عمرو طول عمره بيغني بطريقه، وحتى وقفته على الستيج بطريقه، لبسه بطريقه غير منير خالص، يعني منير العفويه والتلقائيه في الاداء طول الوقت. بس الهم الاجتماعي، النبره الاجتماعيه في الكلام اللي فيها شويه فلسفه، فيها يعني اغاني اللي هي كانت عمرو دياب في بداياته خالص بقى، اللي هو الزمن يا طريق، الحاجات اللي كانت مع هاني شنوده طبعا صح، ومع محمد الشيخ قلوع ماشي في دي انا معاك، في دي انا معاك. عمرو دياب تخلى عن الجزء ده شويه من ميال وانت طالع بقى كده، بدا ان هو من 88 89 بقى شوقنا والحاجات دي، بدا يختلف عن منير، بقى هو الراصد الثاني بتاع نار الاغنيه المصريه، ومنير مكمل طبعا في الطريق بتاعه لان هو مش هينافسه في الحته دي. بس هو كان ملحوظ ان عمرو دياب في بدايته كان متاثر بمنير حتى موسيقيا، وحتى على فكره هو ده حتى يعني كان هو اتكلم ان هو كان مذاكر قوي الخط بتاع، لان هو كان طيار، هو منير يحيى خليل هاني شنوده الفرق عموما عز طب عوف طبعا والاصدقاء، والفرق دي كان ليها هويه معينه كده، فعمرو دياب اتاثر بيها بطبيعه الحال ان هو كان يعني هو المنضم حديثا للعيال سبقوه. أيوة لكن فيما بعد طبعا اختلفوا، وعمرو دياب لحد دلوقتي طبعا بيكن فضل كبير لمنير، وبينهم صداقه وعلاقه طيبه جدا. وعمرنا ما شفنا الاثنين مثلا حد فيهم بيقلل من الثاني، او يعني بينهم مشاحنه او ومش من عادتهم هم الاثنين، يعني انا ادعي ان انا اعرف الاثنين كويس، يعني لا عمرو بيحب يتكلم على حد ولا منير بيحب يتكلم على حد، يعني الاثنين عارف اللي هو الاثنين اتولدوا كبار، اتولدوا عاقلين راسيين يعني كبار اتولدوا كبار. الكبير كبير، ده من الصفات اللي دايما بتتقال في حفلات منير، الكبير كبير يا محمد يا منير. وطبعا الهضبه جميل. الكبير بتاعنا برضو هو اللي مشرفنا في العالم، ومنير معروف جدا في المانيا مثلا، بيتسمع في المانيا كتير. عمرو دياب شهرته في البحر المتوسط برضو، دول زي اليونان تركيا الدول الحوض وانا بحبك اكتر مثلا فاكر انا الغنوة دي يعني. فالفنانين مشرفينا حقيقي بره مصر، وهم حاجه فخر يعني، واجتماعهم في حفله واحده مع بعض. لكن تصدق انا شاغل بالي دلوقتي ايه؟ الحفله دي اكيد
هتتحجز كومبلي يعني من غير ما يقولوا التاريخ كام، هتلاقي الناس قاعده عايزه تخش تحجز التذكره، وهتبقى مش بس في مصر، ده هتلاقي كل الوطن العربي عاوز يجي الحفله دي في مهرجان العالمين. فالسؤال بقى، دي حفله تجمع الحسنيين القطبين زي ما كنا بنقول، ده 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 هتتملي بكام واحد، وانهي مكان هيستوعب كل العدد المهول ده؟ طبعا كمان احنا مستنيين متشوقين قوي المنير، وحشنا وعايزين كمان نطمن عليه، لان اخر حفله كان ظهرها من شهور كان يعني حالته الصحيه شويه قلقتنا، هو دلوقتي احسن اتحسن، بس عايزين بقى احنا نشوفه بنفسنا على المسرح بعد ما حالته اتحسنت. وعمرو دياب كمان معروف، يعني عمرو دياب ارتبط بقى فكره الساحل مارينا العالمين المنطقه اللي هي غرب اللي هي المنطقه الساحل الشمالي عموما، عمرو دياب ارتبط بيها قوي في السنوات اللي فاتت، حفلات العجمي بقى وبيانكي، حفلات العجمي وبيانكي، وبعد كده تطور الموضوع للمسرح الروماني في مارينا. ما انا عجوز يا ام توجه غربا، كل شويه توجه غرب بعد كده هنغني في السلوم، هنوصل السلوم هو بالطريقه دي يا سيدي، عقبال ما نغني في ليبيا كده وتبقى مستقره وحالتها زي الفل. أمجد أنا يا رب أنا بشكرك جدا جدا جدا، شكرا على مداخلتك، ألف شكر لنا ناقدنا الفني الرائع والجميل دائما أمجد جمال. أنتوا عارفين بقى، يعني دايما الناس تقعد تقول لك إيه سر شباب عمرو دياب، سر عضلات عمرو دياب. الموضوع ده مش شاغلني، أنا شاغلني حاجة واحدة، عمرو دياب خس قوي قوي، نفسي أعرف عمل إيه. هو مرة زمان كان من 7-8 سنين قال لي على سر الشباب الدائم، يعني في حاجة معينة في طريقة أكله كده دي بتضمن ليه حيوية دائمة ونشاطه وهو يصحى بدري، يعني كلام من ده. أنا عايز أعرف خس إزاي. والله العظيم تعرف يا عظيمة، عظيمة بيقولوا إنه أنت صاحب عمرو دياب. طيب هروح للفاصل ونرجع بقى نكمل بعد الفاصل، نقرأ ملفات الوزارة الجديدة، إيه المهام المنتظرة، التحديات، تأثير دمج الوزارات مع بعضها، تعيين نواب، إلخ. خلونا بعد الفاصل نستقبل بمنتهى الترحيب دكتور محمد باغا أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أيضا كاتبنا الصحفي الكبير الصديق العزيز رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني السيد المحترم الأستاذ جمال الكشكي. استنونا. أولا كنا بنتكلم على أحاديث مختلفة ومتعلقة بمغامرات كتير عملتها أنا والصديق العزيز جمال الكشكي. طبعا دكتور محمد باغا كان قاعد عمال بيضحك على اللي احنا بنتكلم فيه يعني من قلبه، لأنها كانت حاجات كوميدية جدا، وكنا بقى الكلام ده فات عليه 20 سنة دلوقتي يا جماعة، احنا كبرنا في السن شويتين. كل الترحيب يعني ضيوفنا وأصدقائي الأعزاء داخل الاستوديو، دكتور محمد باغا أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس منورنا. صديق العزيز عامل إيه؟ أنا بخير، أخبارك؟ كله تمام؟ كله بخير، كله تمام. يعني رفيق المشوار وكل مشوار الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الكشكي، تايتلز كثيرة منها يعني عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومنها رئاسة تحرير الأهرام العربي، ده طبعا غير الألم البديع والرشيق. ازيك يا أستاذ جمال؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، كل سنة وأنت طيب وأنت بالصحة والسلامة. طيب خليني هبدأ الأول بدكتور محمد باغا، أولى أولويات الحكومة الجديدة، ما بقتش بقى اللي جاي، الحكومة الجديدة اللي قالت النهاردة أو حلفت اليمين الدستوري أمام الرئيس، من وجهة نظر دكتور محمد باغا أستاذ الاقتصاد، أهم ملف موضوع على الطاولة من الآخر نطمن المواطن، يعني يطمني نخاف سوا إن شاء الله ربنا ما يجيبش الاقتصاد خوف. المصري قايم على التفاؤل. حلو، لو إحنا متفائلين هنقدر نحقق إنجازات قوية جدا خلال فترة وجيزة. أنا متفائل جدا بتشكيلة الحكومة الجديدة، سواء من وزراء، سواء من نواب وزراء، سواء من محافظين أو نواب محافظين، دفعة قوية جدا أتصور جاية من الأزمات اللي مرت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأتصور من التحديات الجسام الكبيرة جدا اللي بتواجه الدولة المصرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، هتكون دفعة قوية جدا للحكومة إن احنا هنشوف أداء مختلف خلال الفترة القادمة. احنا محتاجين بمنتهى القوة نرجع الثقة للمواطن في الحكومة مرة أخرى، علاج الأزمات المختلفة وأبرزها أزمة الطاقة، إن إحنا محتاجين فورا روشتة اقتصادية عاجلة من المجموعة الاقتصادية تطمن المواطن من ناحية الوضع الاقتصادي، وأول نقطة في هذا الأمر الأسعار يا أستاذ يوسف.
لازم نركز على طبعاً. هذا الأمر طبعاً. المواطن هيشعر بأن الحكومة فعلاً جادة في طريقها وفي مسارها لو كان بيحس فعلاً أن جيبه ده ما بيتأثرش صح. أو كان بيحس أنه بيحصل على احتياجاته اليومية وأنه قادر يكفل أسرته أو نفسه أو عائلته بشكل محترم ويقدر يوفي ما عليه من التزامات، هيحس فعلاً أن البلد بتتحسن وبتتغير. وأتصور أن احنا ما بنهزرش، القيادة السياسية ما بتهزرش خالص، الحكومة ما بتهزرش، في وضع جاد وفي تحديات كبيرة جدا قدامنا. لازم وعلينا ونؤكد على ذلك ان النجاح لا بديل عنه ابدا خلال الفترة اللي جاية. ده حاجة كده عاملة زي الثانوية العامة طبعا، ما فيهاش هزار طبعا. استاذ جمال، نفس السؤال هو هو هسألك زي ما تقال كده، عليك ان ترتدي قبعتين، قبعة الكاتب ورئيس التحرير وقبعة عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأنتم طلعتم مجموعة من التوصيات حدث كيفما أردت وذهبت إلى رئيس الجمهورية والرئيس كلف الحكومة الجديدة بسرعة التنفيذ. شوف يعني أولا يعني تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل التحية للسادة الوزراء السابقين لما انجزوه ولما ساهموا فيه في خدمة هذه الأمة. دلوقتي احنا بنتكلم على ايه؟ هذه الحكومة الحقيقة، ومهم نقول ده، انها بتعكس فلسفة. يعني انا بتوقف امام يعني بعض الملاحظات على هذه الحكومة، ده مش معناه ان الحكومة اللي فاتت فيها مشاكل او عيوب، ولكن التغيير ده سنة الحياة. لكن ما لفت انتباهي في 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 هذه الاختيارات، رقم واحد انه في عقل ادى نفسه وقت طويل جدا يفكر ودور عن عقول مهنيه عقول مهنيه، وعقد عليها امال كبيره في انها تعمل نقله او حركه في المشهد العام في الشارع المصري، واخد بال حضرتك؟ ومعظمهم يعني للامانه يعني من خلال متابعتي ليهم بشكل شخصي او للسير الذاتيه بتاعتهم لهم بصمه في مجالهم، وهناك كمان أمال عريضة في أنهم يقفزوا قفزات ملحوظة. لكن برضو إحنا بنتكلم، إحنا مش عايزين نفتح السقف لآخره ونقول بكرة ستمطر السماء يعني انخفاض في الأسعار وفلوس ومش عارف الكهرباء إيه بلاد الشرق إيه تفيض لبنا وعسلا. المسألة مش كده، مش كده خالص. الناس تاخد وقتها، لكن فكرة أنه لأ، رأس الدولة المصرية عقله فين مع المواطن؟ صح. لما كلف الدكتور مصطفى مدبولي قال له تكليف يقوم على 1 2 3، 1 تطوير بناء الإنسان، الأسعار، المشاكل الحياتية، التضخم، قضايا الأمن القومي، خد بال حضرتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الرئيس وصل ده فين؟ في كلمته في 30/6 وقال أنا حاسس بالمواطن وحاسس بالمشاكل. طب يبقى إذن الأهم عندي أن هناك اهتمام كبير جدا بمشاكل المواطن، وبالتالي كل التحركات التي دارت في الاختيارات كان بطلها مين؟ بطلها المواطن. طيب هل إحنا يعني وإحنا بنقول مع بعض احنا يعني محتاجين انه قفزات سريعه وتحركات سريعه، محتاجينها، لكن اجباريه مش اجباريه، لانه لا يمكن انت بتدي الناس وقتها وبتفكر وتاخد وقتها وتاخد قرارات واو الى اخره. لكن في حاجات بالضروره لازم كلنا نركز فيها، كل مؤسسات الدوله تركز فيها، والاعلام يركز فيها، والسياسيين يركزوا فيها، والحوار الوطني اللي حضرتك بتتكلم عنه ركز فيها. وعايز اقول لك انه انا بامانه يعني اشم رائحه الأجواء بتاعت الحوار في الحكومة، خد بالك، هذا الحوار الذي ضم كل التيارات السياسية والعقول المختلفة من مشارب الدولة المصرية ومشارب هذه الأمة، أنا أجدها في الحكومة. لأنه في الحكومة فيه ناس، معلش، أنت أولا ركزت على حاجتين، المهنية والعمر، متوسط العمر 56، الحكومة اللي فاتت كان 64، واخد بال حضرتك؟ انت بتتكلم في اعمار اعلى عمر وزير العدل 71، وزير الاسكان 42، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي انت هنا مش يعني بتحط معيارين، بس في النهايه مش هم الحاكمين، الكفاءه هي الحاكمه،
خد بال حضرتك ايا كان يطلع 71 او يطلع 42 كفاءه وقدرات كفاءه وقدرات. وبالتالي هنا فكره المواطن في الحوار الوطني اتكلمنا كتير جدا عن وزاره على سبيل المثال مخرجات الحوار زي وزاره الاستثمار خد بال حضرتك الحوار كان فيه الروح اللي هي الجيليه والمهنيه والحوار اتكلم على دمج الوزارات دمج الوزارات واخد بال حضرتك الروح ال- 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 ما انت الروح الجيليه والمهنيه في نفس الوقت ده الحوار الوطني الحوار الوطني قدم للرئيس 97 توصية في إفطار الأسرة المصرية في 5 إبريل قدمهم الأستاذ المنسق العام الدكتور ضياء رشوان للسيد الرئيس وهذه التوصيات أنا في تصوري أنها يعني ثمارها ستأتي خلال الفترات القليلة الماضية. هستأذنك هقف عند النقطة دي هطلع لفاصل مسألة توصيات الحوار الوطني 97 اللي تقدمه للمحور الاقتصادي المحور الاقتصادي وهناك أيضا عشرات من التوصيات الأخرى تم تقديمها لفخامة الرئيس ويمكن جزء كبير جدا من هذه أو جزء من التوصيات المهمة كانت بتتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية والمسألة الحبس الاحتياطي إلى آخره يعني ده أيضا من تكلفات الرئيس لكن أنا عايز أطلع فاصل ابن وأنا عايز أقول ماشي بس أنا عايز أقول لك برضو يعني أنا عايز أتكلم عن مصر هذه الأمة اللي كل يوم بنكتشف إنها مخزن للكوادر المصرية طبعا. أنا جاي لك لكن بعد الفاصل أنا هرجع فورا لدكتور محمد باغي علشان نقطة أنت أثرتها مهمة جدا يا أستاذ جمال ألا وهي يا دكتور بس بعد الفاصل دمج الوزارات أنا لافت لنظري جدا دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي في حقيبة تتولاها الدكتورة رانيا المشاط واللي أثبتت بدل الكفاءة طبعا. بصراحة طبعا. يعني حاجة كفاءة دولية وهي يعني غنية عن إشادتي بالتأكيد يعني ما لا شك فيه تحتاجها لأنه ده الواقع يعني العالم عارف مين هنا مين هي الدكتورة رانيا المشاط عايز أتناقش في الحقيبة دي تحديدا كويس. فاصل ونكمل الكلام في ناس شطار مما لا شك فيه مما لا شك فيه مصر مليانه شطار انا اتفق مع الاستاذ جمال الكشكي في ذلك ارجع مره تانية لدكتور محمد باغا دمج الوزارات ويمكن اكتر وزاره بالنسبه لي كانت لافته جدا للنظر ومعجب بهذا الدمج هي مساله وزاره التخطيط دمجت مع وزاره التعاون الدولي من زمان وانا بنادي بما يسمى بالحكومه الرشيقه مش ممكن ابدا دوله بحجم مصر ان احنا كنا بنتعامل ب 37 وزاره و 36 وزاره و 34 وزاره واخر حاجه كانت 32 وزاره حجم كبير جدا علشان تقدر تنسق ما بين الملفات بيحتاج جهد وبيحتاج وقت وتصارع اداري وبطء في عمليه اتخاذ القرار ولو انت هتدي من ميزانيه الدوله يقول لك دي بتاعتنا ولو انت هتكلف بمهام او اعمال يرميها على الطرف الاخر وبالتالي بطء في الاداء الحقيقه الحكومه الرشيقه والدول المتقدمه في العالم الولايات المتحده الامريكيه بجلاله قدرها بهذا الكبر الجغرافي الكبير وبهذا الحجم الاقتصادي الهائل بتشتغل ب 15 وزاره دوله اليابان من معدلات النمو الاقتصادي عالميا اللي ملهاش مثيل يحظر الدستور الياباني عدد الوزارات يزيد عن 17 النهارده احنا بنتقدم احنا النهارده الحمد لله عندنا 30 وزاره عمليه الدمج اللي حصلت دي انا مبسوط منها جدا والحقيقه زي ما حضرتك ذكرت يا استاذ يوسف انه احنا عندنا وزاره التخطيط تدمج مع التعاون الدولي لانه الملف ده مرتبط ببعضه لما يكون فيه اولويات للدوله المصريه وان الخارج بينظر ليك وبقوتك على مدى ما تمتلكه من فرص ومن مقومات ومن عوامل داخليه قويه جدا زي البنيه التحتيه وزي البنيه البشريه وزي البنيه المعلوماتيه وزي التطور اللي انت بتعمله في المجتمع بشكل هائل قدرة الدولة على تسويق هذا الأمر وإنك تجتذب رؤوس الأموال وتجتذب المؤسسات الدولية والشركات الدولية إنها تدخل عندك أتصور تكليف الدكتورة رانيا المشاط بهذا الملف كان في غاية يعني إصابة الهدف لأن هي ست عظيمة جدا قامت بدور مهم جدا في هذا الملف اللي هو ملف التعاون الدولي وبالتالي إسناد وزارة التخطيط فإحنا هنا بنعمل التناغم أو التناسق أو التوافق ما بين الملفات دي وبعضها البعض شيء تاني برضو هكمل لحضرتك يعني دمج وزارة النقل مع وزارة الصناعة أوكي. وبيقود هذا الملف رجل المستحيل الأول في مصر صحيح سيادة الفريق كامل الوزير والناس بتسأل هي إيه العلاقة ما بين النقل والصناعة أتصور أن الفترة اللي جاية وإحنا عندنا قطاع النقل تطور هائل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة وهذا القطاع قايم النهاردة على التصنيع
تصنيع عربات السكة الحديد، تصنيع يعني الأدوات الجديدة اللي احنا النقل والفلنكات طبعاً والقضبان والعربيات نفسها والنقل البحري العربية والنقل الجوي يعني والنقل البري اللي بتتعمل عندنا، ما كل ده كان ملف صناعي والبنية التحتية موجود في حقيبة الفريق كامل بالضبط، والبنية التحتية اللي انت داخل فيها على منظومة نقل ذكي. وبالتالي احنا لازم قطاع الصناعة ده يبقى فيما يسمى بالميزة النسبية اللي انت اقتصادك يتميز بيها على المستوى الدولي. وبالتالي هذا الملف لما يسند إلى واحد بقوة وخبرة وإدارة الفريق كامل الوزير هينجح. أنا مت على روحي لأنه هذا الرجل مت على روحي من الضحك لما لقيت واد من كلاب ورعاع الإخوان قال لك إيه علاقة الصناعة بالفريق كامل الوزير؟ يعني فأنا بقيت اللي هو إيه نفسي أخش أعض في التلفزيون أقول له يعني راجل عنده في حقيبته هو بيصنع سفن بالظبط تقول له إيه علاقة الصناعة؟ ده طبعا قصور فكري وناس بتبص تحت رجليها. فهذا الرجل لا يقبل فكرة الفشل، وإحنا شفنا أكتر من مرة لما بيدخل في تحدي هو بيكون قد التحدي ده. أتصور أن الصناعة خلال الفترة اللي جاية هتكون قاطرة مهمة جدا بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي. ولما بنقول نمو اقتصادي يعني بنقول تشغيل، فرص تشغيل، يعني بنقول قدرات أكبر في الاقتصاد، يعني بنقول مرونة اقتصادية، تقدر تصدر، تقدر حتى يعني تعتمد على الإنتاج المحلي في أنك توفر مستلزماتك من الإنتاج أو مستلزمات الإنتاج، لأن دي قضية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. احنا وجدنا في دراسة أنه يا جماعة احنا ليه لما كل لما بنزود الصادرات للأسف الواردات بتزيد بنفس النسبة، لقينا أنه 52% من احتياجك في الاقتصاد المصري عشان تصنع بإيديك مستلزمات إنتاج بنسبة تقريبا 52%. فكل ما هتزود صادراتك كل للأسف مواردتك بتزيد بنفس المعدل أو نفس النسبة. الحل في توطين الصناعات، الحل في ان احنا يبقى عندنا الصناعات المحلية والصناعات الموازية الوطنية. ده اللي هيعمله هذا الرجل، وعنده إصرار وعنده عزيمة صحيح في هذا صحيح الملف. قدرة كمان وتنسيق ايضا ما بين الوزارات، رجوع وزارة الاستثمار. احنا ياما بالنادي وياما بنقول معوقات الاستثمار ومن قانون 97 وهو مذكور في الشباك الواحد، بس ما عرفش ليه بنكررها كتير. هي العملية معتمدة على ايه؟ معتمدة على ارادة ومعتمدة على جهاز اداري قوي يكون موجود عندك علشان يؤمن فعلا بفكرة الاستثمار ويؤمن فعلا بان الطرف المحلي او الطرف الدولي اللي جاي عندك في البلد ده جاي علشان يخدمك وعلشان يساعد في الاقتصاد، وان هو لو جاي بفلوس هو خايف على الفلوس دي وجاي علشان عارف انك عندك معدلات عائد كويسة وفي نفس الوقت معدلات من المخاطر قليلة. لازم نذكر دي برضو، انت عندك امان سياسي، عندك امان اجتماعي، عندك اصلاحات اقتصادية، عندك اصلاحات هيكلية، عندك توازن ما بين القوى السياسية، والحمد لله احنا مش بلد يعني بتتخانق مع بعضها ولا فيها صراعات طائفية ولا الكلام ده كله. وبالتالي انت مناخ استثماري مهم جدا، باقي عليك انك تسوق نفسك، تسوق الفرص الاستثمارية. لما بيجي مستثمر ويلاقي المعوقات اللي موجودة، رئيس الجمهورية بيتكلم، دولة رئيس الوزراء خلى ملف الاستثمار في فترة سابقة كان تحت ايده مباشرة، ولكن الموظف الصغير اللي قاعد على الشباك ممكن يطرد المستثمر ده ما يرجعلكش مرة تانية. نهار ابيض، جاء رئيس الجمهورية قال لك احنا هنعمل ما يسمى بالمجلس الاعلى للاستثمار. 17 جهة موجودة في هذا المجلس يا جمال بيه، يقول لك انه المستثمر يجي ال 17 جهة دول هم المسؤولين عن انهم ينهوا اجراءاته. شكرا. طب النهارده انت عندك وزاره، وده اداء الحكومه الاساسي بيبان من ايه؟ انك بتحمي مصالح الدوله وبتحقق احتياجات المواطن، والنقطه الثانيه انك بتستثمر الفرص اللي موجوده عندك. فوجود وزاره الاستثمار اتصور ان هي هتعيد احياء الفرص مره اخرى. يمكن كان استاذ جمال اتكلم في ده لما اتكلم على 97 توصيه لخرج الحوار الوطني المتعلقين بالشق الاقتصادي تحديدا، وانا عارف كويس انه ما يتعلق بالاستثمار جوه الحوار الوطني خد كم جلسات غير طبيعي ومناقشات شديده الحماوه. طبعا ورئيسها النائب محمد سليمان، النائب المحترم رئيس لجنة الاقتصاديه في صحيح مجلس النواب، وفردنا لها الحقيقه وكان مشارك فيها. انا عايز اقول لك انه هذه اللجنه مش بس قدمت افكار ورؤى، قدمت شخصيات كمان وشباب ومن محافظات مصر وخبراء ومتخصصين. ودي النقطه اللي انا بقول لحضرتك فيها، لانه هنا يعني مش بس ان الحوار طلع كوادر او كشف عن كوادر في الجلسات، لا وعن افكار ايضا، واخد بال حضرتك. وبالتالي هنا انت يعني انا في تصوري في المرحله المقبله من الحكومه انه يعني هذا النموذج المختار في حيويه تبقى قادره على الضخ وقادرة على العمل أكتر. ويعني في تصوري أيضا أنه لابد أنه في حاجة لازم نركز عليها،
انه المواطن يبقى هو البطل وهو الانحاز الكامل للمواطن قدر الامكان. والانحاز الكامل ده هو مركز اهتمام الدوله, مركز اهتمام هو يعني هو المركز الرئيسي. ولكن هنا محتاجين ايه؟ طب انت عشان يعني تحتاج انك تهتم بالمواطن, مش بس ان لا ما لا تنفصل على المواطن, تشاركه في كل حاجه. انت تطلع يا استاذ يوسف في الاعلام وتقول والله ده انا معايا مثلا وزير الاستثمار, وزير الصحه, وزير ده يتطلب ان الحكومه تبقى على تواصل دائم مع الاعلام والصحافه. خد بال حضرتك من حاجه, خد بالك ممكن تبقى انت عندك حته الماس حلوه قوي, حته الماس بس انت قافل عليها في الدولاب, او عندك موضوع جدلي فبتاخد انطباع. خد بالك فانت محتاج ايه بقى؟ محتاج انه ان كيفيه هنا ايه مشاركه المواطن من خلال انك تحطه على الامر الواقع, ومكشفه ومشاركه, لانه هو ممكن يبقى عندك ايه المشاركه طبعا, لانه في ايه بقى ممكن يبقى عنده موقف. انت لما تشرح وجهه النظر وتشرح المعلومات وتشرح السياسات, ها بالتالي تتبدد تتم تصحيح وجهة نظره وتخليه يعني يلتمس لك العذر. انت بتتكلم في مطالب, انت هنا في ناس مش متخصصه, واحد يقول لك والله ده احنا انت مثلا عندك الكهرباء بتخفيف الاعمال, بس في النهايه لما تيجي تشرح له تقول له 1-2-3 وتكلفتها كذا, ولو اتعملت بالسعر الحقيقي انت هتدفع 3 أضعاف و4 أضعاف, لانه الحكايه الحسبه 1-2-3, فبالتالي يبدا يتفهم. لكن ده كمان ده كمان محتاج انه المبادره طول الوقت من الـ 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 الوزارات والحكومه من وزراء. نمرة 2 وده المهم بالنسبة لي, يعني آلية, وأنا يعني عندي تفاؤل بوزيرة التنمية المحلية فيما يتعلق بالدكتور منال, الدكتور منال فيما يتعلق بالربط هنا والتواصل مع المحافظات. خد بالك مع المحافظات, لأنه إحنا يعني المحافظ في مصر هنا هو بيمثل رئيس الجمهورية, يعني كأنه رئيس جمهورية في محافظته, وبالتالي محتاج الصلاحات الأكبر ومحتاج الدعم الكافي. والمحافظين حتى الجدد مش بس هو ينتظر, لا يعني المحافظ هنا بما أنه عنده هذه الصلاحية وبأنه بيمثل رئيس الدولة في محافظته, عليه أنه يبقى غير تقليدي طول الوقت وعنده حيوية طول الوقت ويدور على موارد خارج الصندوق طول الوقت, وما يعتمدش فقط على الميزانية اللي بتجيله في المحافظة فقط, لا يبقى عنده أفكار خلاقة إزاي يجيب موارد بمشروعات. مشروع كل محافظة فيها مشروعات. أنا أخذ دايما على المحافظين في مصر عندنا طول الوقت طول الوقت, إذا عارف إن كده همسة عتاب بتاعت زمان بتاعت الراديو, هي همسة عتاب. مفيش تواصل حقيقي بيحصل مع جمهور المحافظة, مع أبناء المحافظة, ما بيتواصلوش مع منظمات المجتمع المدني العاملة داخل المحافظة. تواصل مع الناس عشان تعرف المشاكل إيه وتعرف الفرص إيه. شوف المحافظ أولا عنده لازم يعمل إيه؟ التواصل مع المواطن رقم واحد, لأنه لازم يشعر بالإحساس الأسري في محافظته, لأنه الناجح فيهم على مر التاريخ تلاقيه معروف في كل القرى والكفور والنجوع والمدن وكله. واحد. اتنين, يكون وثيق الصلة بالنواب اللي في محافظته, يكون وثيق الصلة بالأعضاء المجالس الشعبية المحلية لما يتعملوا, ولازم يكون وثيقة بالأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية في المحافظة كل ده طبعا. طيب ده كل ده موجود, وإحنا حتى في الحوار الوطني عندنا اجتماع يوم السبت, وهنطالب بمناسبة المحافظين والعلاقة مع المجالس الشعبية المحلية, هنطالب بالحكومة بعدة قوانين وعدة مشروعات وملفات في مقدمتها المجالس, قانون المجالس, انتخابات المجالس الشعبية المحلية. جميل. لأنه ده بقى إيه؟ ده المختبر الحقيقي للكوادر السياسية طبعا. تطلع لك بقى والكوادر السياسيه يطلع فين منهم نواب لما تطلع منهم وزراء ومحافظين. ايوه هم ادرى اهل مكه ادرى بشعابها, فهم عارف في المحافظه دي في مشاكل ايه وكل طبعا. محافظه تختلف في طبيعتها ايه, وبالتالي لما يكبر الشاب بيخش البرلمان بيعرف يتكلم ويعبر عن دايرته وهكذا جرب واختبر الامر مره. ده بالاضافه كمان انه هناك امال كبيره جدا يعلقها الحوار الوطني على الحكومه الجديده, ويطالب الحكومه بان يضع كل التوصيات التي لم تنفذ حتى هذه اللحظه ضمن برنامجه الجديد. وعايز اقول لك انه قانون المجالس الشعبيه المحليه, قانون انتخابات مجلسي المجالس النيابيه, ايضا قانون سنناقش قانون مكافحه التمييز, ايضا الحبس الاحتياطي. صحيح. يعني عده قوانين الحقيقه فيما يتعلق بالامن القومي سيكون ملف رئيسي على طاوله الحوار يوم السبت ان شاء الله في الاجتماع المهم. التواصل ما بين اداره الحوار الوطني والحكومه في مساحه من التفاؤل بشكل كبير جدا, خاصه انه الدكتور مصطفى مدبولي اكد مرارا وتكرارا على يعني حرصه
الدائم على تقديم كافة أنواع المساندة للحوار. يا ميسر الحال، وانا يعني يؤكدون علي عبر الاير بيس، بس الوقت ده مش هينفع. الوقت ده مش هينفع، احنا هيجي تاني. لا ما هو دايما يعني الجمله المصريه الشهيره ايه؟ القعده دي ما تتحسبش. القعده دي ما تتحسبش، احنا جايين تاني. أوكي. ان شاء الله، فليكن السبت الجاي الحد الجاي، يعني ان شاء الله الجايات نيجي كتير في دايما تنورونا وتشرفونا، وكلنا تفاؤل وامل وثقه باذن الله سبحانه وتعالى في الحكومه والمحافظين الجدد. شدوا حيلكم، وفي النهايه هو عمل جماعي، احنا ايدينا في ايديكوا، انتوا ايديكوا في ايدينا، احنا ايدينا في ايدين ال 110 مليون مواطن، ومعانا ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهايه الرئيس يعني بيدعم الكل. ف شدوا حيلكم معانا كمان وكمان. كل الشكر لحضراتكم، كل الشكر ليك يا دكتور محمد، كل الشكر دكتور محمد ناغي استاذ الاقتصاد بجامعه قناه السويس، ايضا كاتبنا الصحفي الكبير والصديق العزيز استاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الاهرام العربي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني. نورتنا استاذ جمال، وكلها لحظات ثواني قد تكون دقيقة ولا حاجة، تلاقوا كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر هنقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.